بتاع الفيلم كانت مفاجأة بالنسبة لي طبعا ان تكون بطولة للفنانة سعاد يونس، ده طبعا كان اجمل خبر، وان انا اكون مشارك في الفيلم ده برضو حاجة يعني تضاف الى السي في كما يقال. في نوع مختلف من الموسيقى، لان في كوميدي وفي دراما، الفيلم في خط درامي يعني مهم، مش بس كده مشاهد مؤثرة، لكن هو لا في خط درامي مهم. فيلم ممكن يبان ان هو كوميدي من الكوميديا اللي احنا معتادين عليها مؤخرا، اللي هي الضحك للضحك، لكن ده فيلم طبعا كوميدي زي الافلام اللي هي كانت بتتعمل زمان، فاهم ازاي؟ فيلم بتضحك وبتاع بتطلع منه.